المزيد من المتابعة مع الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من رفح. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها أمام المساعدات الإغاثية التي تدخل إلى الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. القصف مستمر في مدينة رفح الفلسطينية في شرق المدينة وغرب المدينة، العمليات البرية مستمرة، فصائل المقاومة الفلسطينية لا تتوقف عن يعني هذا الاشتباك المستمر ما بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية. نسمع هذه الاشتباكات هنا من أمام بوابة معبر رفح المصرية، ولكن أمام هذه البوابة التي لم تغلق يعني أبوابها منذ اللحظة الأولى نرى يعني العديد من الشاحنات، تصل لمئات وآلاف الشاحنات متوقفة في الأماكن اللوجستية أمام بوابة معبر رفح المصرية وأيضا في مدينة العريش وعلى جانبي الطرق. بالطبع هذه المساعدات الآن يعني تخطت 12 و13 يوما متوقفة أمام البوابة وفي الطرقات، مما يعرض هذه المساعدات بشكل أو بآخر للتلف لأنها مساعدات طبية ومساعدات غذائية وغيرها من المساعدات الإعاشية، جزء منها قد يتعرض للتلف بالطبع بسبب هذه سوء الأحوال الجوية أو زياد الحرارة في هذه الأماكن الحدودية، ولكن هذا بسبب منع قوات الاحتلال دخول هذه المساعدات من الناحية الفلسطينية. تدخل المساعدات من الناحية المصرية هنا من معبر رفح المصرية أو كرم أبو سالم، وتمنع قوات الاحتلال دخولها من الناحية الأخرى منذ أن قامت باحتلال معبر رفح الفلسطيني. مصر حذرت أكثر من مرة من هذه التداعيات الخاصة بعدم دخول المساعدات الإغاثية، مما يؤجج ويصعد من ازدياد الكارثة الإنسانية بحق الأشقاء في قطاع غزة. وأيضا صعدت مصر بأكثر من طريقة. المرصد الأور المتوسطي الخاص بالأمم المتحدة تحدث عن نزوح أكثر من 800,000 مواطن فلسطيني من رفح الفلسطينية منذ بداية العدوان على رفح الفلسطينية. أيضا تحدث عن يعني أكثر من 70% من المباني تم هدمها تقريبا أو تم يعني قصفها من جانب قوات الاحتلال، وهذا عن طريق المرصد الأور المتوسطي الخاص بالأمم المتحدة. كل هذا يؤجج ويصعد من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وهذا لا يمنع ولا يوقف الجهود المصرية المختلفة للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار والتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.